موجود مع نادي النجوم، وزي ما قلت انا او اي لاعب او اي مدرب او اي عامل موجود تحت امر منتخب مصر. موضوع ان انا رجعت في اعتزال الدولي او معتزل، ده لسه كلام سابق الاوان. مهمه ل 2019 لازم كله يتراقب لمصر ان هي تاخد كاس امم افريقيا ان شاء الله. نتمنى احنا كلنا، لان احنا كلنا يعني نتمنى ان احنا ده بيتنا وده الكيان اللي هو عمل اسمنا كلنا. كابتن ابراهيم يمكن هو الكبير بتاعنا، كابتن احمد حضري كتير قوي، نتمنى ان هو يجي في النادي الاهلي.